ديالنا الامس على الشعر بعد العطله، بعد فصل الصيف، بعد الاستحمام في سواء في المسابح او في الشواطئ، يعني الشعر كيتضرر. شفنا مجموعه النصائح وعدتينا غنواصلوا الموضوع وناخذوا مجموعه ديال وصل الماسكات اللي غتنفع للشعر. تنفع على الماسكات، كما قلت نعملوا جوج ديال الماسكات في الاسبوع، ومره نعملوا حمام زيت بوحدو او مع شويه الحامض، ودائما نعملوا الموليين من بعد الشامبوان. وبعض المرات خصوصا اللي شعرنا ناشف بزاف نعملوا الماسكات اللي غادي نعطيهم اليوم جوج او ثلاثه، تيمكن لهم يتغسلوا فقط بالماء، ما يعملوش الشامبوان من بعد منهم. هادو الماسكات للشعر الشديد، الشعر الشديد اللي ناشف بزاف، نعم. ما يعملوش من بعد منهم شامبوان، تيغسلوه مزيان بالماء فقط ويعملوا موليين صافي، وتيحيدوا وتينشفوا شعرهم. الماسك الاول سناخذوا 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، نعم، وبنانه خاصها تكون طيبه ما تكونش قاصحه خضراء، بنانه ومعلقه ديال عصير الحامض، تنطحنوا في خلاط كهربائي، نعم، تنصوب نطلعوا على الشعر، ممكن نطلعوا حتى على الجذور، هذا لان مزيان الشعر، الشعر كله كنعملوه وتنجمعوه تنعملوا عليه واحد البلاستيك، سواء تنقطعوا واحد الخنشه البلاستيك اللي هو عليه، سواء ولا لي بونيت البلاستيك اللي كيتباعوا، نعم. المهم خصو يتغطى باش تيسخن، باش تيدخل هذاك، باش يبقى لين 30 دقيقه، نص ساعه بركه، وتيتغسل. هذا الشعر اللي ناشف بزاف غنغسلو غير بالماء مزيان مزيان، لا هذا خصو الشامبوان، نعم، فيه الزيت. كاين واحد غادي نشير ليهم هاد الماسكات، كاينين ثلاثه اللي غادي نعطي، غادي نخليهم في الاخير اللي غادي ما يتغسلوش بالشامبوان. ماسك ثاني، هادو كلهم تيتغسلو بالشامبوان اللي تنعطي دابا. تناخدو زيت الزيتون واصفر بيضاء وعصير ديال الحامض، هذا كذلك تيمكن تغسل الحال اللي فيه اصفر البيضة وفيه مع الحامض، كيولي بحال الشامبوان، هذا كثير تغسل، ما يمكن ما نديروش الشامبوان من بعد منه. هذا اصفر بيضة وجوج معالق العسل كذلك، هذا ماسك اللي تيمكننا ما نديرولوش الشامبوان من بعد منه، نديرو فقط موليين باش تنحيدو شوية الريحة ديال البيض، وهي تتحيد يعني ما كتبقاش ما تهزش الشعر. تناخذ جوج بيضات، جوج ديال هذه الماسك، لا الماسك الثالث، الماسك الرابع عطاتك ثلاثة بلاتي. بالنسبة للماسك الثاني فيه زيت الزيتون وصفر البيض وعسل الحامض، أيه، والماسك الثالث فيه جوج صفر بيضة وجوج معالق العسل فقط، نعم. الماسك الرابع جوج ديال البيضات، هذا يمكن نعملوه يمكن ما نغسلوش، جوج بيضات 4 معالق ديال اليوغور الطبيعي، نعم، بلا شامبوان صافي، تيتخلط مزيان وتيطلع على الشعر وتيتغسل بلا تيغسل الشعر وتيخليه لين، هذا بلا شامبوان، نعم. دابا ناخذ ماسكات اخرين اللي تيتغسلو بالشامبوان، تناخذ جوج معالق ديال زيت الخروع، لويل دو غيسان، زيت الخروع مع ابيض بيضه، البيض ديالها هذا العكس ديال الاخرين، البيض بيضه، معلقه كبيره ديال الجليسرين او جوج على حسب طول الشعر ديال السيدات، اللي عندها الشعر طويل وما يقدرش تيمكنها تدوبل المقادير، على حسب شعرها والكثافه ديالو، الا كان طويل بزاف هذه الوصفه كتجي الشعر اللي متوسط يعني حد الكتاف، الا كان يمكن الشعر طويل بزاف تيمكنها دير دوبل المقادير. تنخلطو مزيان هاد المعالق مع ابيض البيض وتندهنو به الشعر مع المساج، تخص هاد الماسكات كلها خصها المساج للشعر، ماسيو الشعر يعني الشعر ماشي جلد فروة الرأس،
تدلك هكذا بحال تنهبطوا الشعر بحال يعني غنطلعوا عليه ونبداو نملسوا فوق الشعر. ايه تدلك تدلك ربع ساعه هذا تبقى ربع ساعه يمكن نخلو تنص ساعه ما يضرش لان فيه زيت زيت الخروع والجليسرين ابيض البيضاء وتنخليه كاين يمكن لي يبقى حتى ينشف شويه لان داك ابيض البيض كينشف الشعر ماشي تيشفو يعني تيبس هو تيبس تيبس وتيتغسل ساهل. هادو كلهم كيتغطاو بالبلاستيك امريكا كلشي جميع الماسكات الا بغيناهم يكونوا فعاليه ديالهم نغطيوهم. كاين الماسك اللي كيخصو يتغطى بفوطه فازقه سخونه تنديرو ما سخون ونعصرو الفوطه وكنعملوها فوق منه خصوصا هادو الزيوت لما نعملو الزيت بوحدها بلا هادشي كله. هادو الماسكات اللي عطيت اليوم كلهم ب بلاستيك نعم ملي نعطيو الزيوت خصنا نديرو فوطه تكون سخونه يعني نديروها في الماء سخون ونلويوها عاد يمكن نعملو بلاستيك او فوطه كافيه. نعم ماسك اخر جوج معالق ديال القشده الطريه نعم واصفر بيضاء معلقه ديال العسل معلقه ديال الخل الخل التفاح او الخل العادي نعم ومعلقه ديال زيت الزيتون هذا ماسك مزيان بزاف تيتخلط مزيان كذلك وتتعمل تنعملو عليه بلاستيك ما نطلبش حتى يبقى تيتقاطر الراس يعني حتى اللي شعرها قليل ولا شي حاجه دير غير نص الوصفه تعمل غير معلقه ديال القشده الطريه معلقه ديال وداك اصفر البيضه ما ديروش كله نعم ديرها طريف شويه اه على حسب السيده اين ميزانها هي كتشوف شعرها تتعرف شحال خصو باش ما نطلوش بزاف ويبقى يهبط مع العنق وداك الشيء نطلو يكفي للشعر فقط اللي يفزقو كله ما يبقاش ناشف. نعم جوج معالق ديال الكريم فريش القشره الطريه صفر البيضاء معلقه كبيره ديال العسل معلقه كبيره ديال الخل ومعلقه ديال زيت الزيتون. اه نعم الا لاحظتي جميع الماسكات تيدخل فيهم الخل او الحامض هادو لانهم ديال البريق ولانهم هما اللي تيساعدوا الشعره باش ترجع لمحلها يعني الشعره دايره بحال الفخش يعني عندها واحد الا جينا نكبروها تيتحلوا لها في الصيف تيتحلوا نقدروا نقولوا المسامن ديالها فتيخصنا نسدوهم خصهم يرجعوا باش يرجع البريق. نعم هاد الصفر هاد الخل او الحامض هو اللي تيسد وتيرطب الشعره. تيمكننا نعملو كنسبق لي وقلتها المايونيز فقط بوحدها اللي السيده اللي مزروبه وما عندهاش الوقت وما عندهاش لان تتكون من البيض ومن الزيت ومن الخل كذلك فيكون فيها كتعمل شويه تدهنها تتعطي واحد النتيجه يعني مزيانه جربوها السيدات اللي شعرها ناشف يعني بزاف ما تدهنش على هادشي كله تنعطيه ما يتدهنش على الجلده ديال الراس خصوصا على الشعر تدهن فقط طرف ديال الزبده كدهنو وكدهن به الخصل ديال شعرها تدير به واحد المساج للشعر لان فيها الفيتامينات ومزيانه وتخليه واحد 6 ساعات ديال ساعه في الوقت وتغسلو من بعد الشامبوان هادشي تغسل كله بالشامبوان. هذا اضعف الايمان يعني اضعف الايمان اللي مزروبه تنعطيهم وصفات اللي تيصلحوا وبلا ما يوجدوا تيقولوا خصنا المواد ونوجدوه وداك الشيء هادو مواد سهله ترد لها شعرها الحاله الطبيعيه بحال اللي قبل من الصيف. ان شاء الله وهذا الشيء كما قلت النتائج تتعطى بالمداومه ماشي في استعمال واحد ماشي باستعمال واحد دائما منين كنغسلوا الشعر الملين من بعده والواحد يدير هذا الماسكات قلت لنا جوج مرات في الاسبوع وحمام زيت مره في الاسبوع. غدا ان شاء الله نعملوا الزيوت ان شاء الله يمكن نديروهم كاين اللي كيمكن نخلطوهم كاين الزيت اللي تنعملو بوحدها ان شاء الله نعطيو الزيوت ومن بعد عاود نعطيو المرطب الملينات اللي كيديروا من بعد من الشامبو طبيعيه. نعم ملكه تبارك الله عليك وشكرا جزيلا على هذه الوصفات اللي عطيتينا نتلاقاو غدا ان شاء الله باذن الله. شكرا على واجب صباحكم مبروك علينا وعليك سيده ملكه اذكر انك اختصاص